وانا حسام، انا نوام. لا يفوتك مقطعنا اليوم غير، تابعوا قناتنا أنيكو. الرحمن الرحيم، السلام الله وبركاته حبايب قلب. اليوم رجعين لكم فيديو جديد مع حس وسعسع. اليوم يا جماعة الخير قررنا نسوي مفاجأة لنا المقطع اللي قبل عشان سلامة نواف، والحمد لله على السلامة طلع نواف في البيت. عشان ما تقولون ما نجيب هدايا، جبنا هدية مرة قوية مرة قوية. طبعا يا جماعة الخير نواف طلع من المستشفى قبل أمس أو أمس بعد، فاليوم ضبطنا له هدية بتعجبه مرة. عشان ما تقولون احنا طفرانين عشان جبنا ورد خايس، اليوم جبنا مرة هدية بتنصدمون منه. وبرضه ودنا نشكر برضه شاليهات نوفمبر، كل هذا برعايتهم والله يجزيك شكرا، قالوا يستاهل نواف. فهذا المقدم الشاليه مناسبة طلوع نواف بالسلامة، فقلنا لهم احنا بنجيب هدية وقالوا شاليه علينا، فشكرا لهم نوفمبر. اليوم مبسوطين كثير، بس قبل ما نبدا في هذا المقطع انزل تحت زر اللايك. يلا يلا لايك يا جماعة الخير، ترى من زمان ما فرحتونا بزر اللايك. فاليوم جبنا هدية مرة حلوة مرة فخمة صراحة، وبنستمتع بالشاليه وبنتفاجئ. احنا ننتظر الان يجي ان شاء الله بالسلامة، وتشوفون مرة مفاجأة مرة قوية. كل هذه سويناها عشان نسعده والله ونعوض عن الحفلة اللي قبل. طبعا يا جماعة الخير نواف تو دق علي يقول تراني وصلت، وخليت سعود يروح يستلمه، فوصلوا عند الباب. مشينا نفتح لهم الباب. هلا لك تحيه. هذا الضيف، هذا الضيف اليوم. هلا والله، هلا 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 بطش ورش. هلا هلا نورت نورت نواف. بسم الله لك تحيه. طبعا نواف طبعا هذا الحفل اوكي راح نقدمه لك يا نواف. اخيرا طلعناه في الشاليه، ها بس وعدناك المقطع اللي قبل، الحين نعوضك. طلعناه خلاص، قل لهم قل لهم ما في شغل. اشوف مفاجاه. وبنسبح وبنسبح وبنسبح. ما يمدي. يلا ماله يلا ان شاء الله. حياك نواف، حياك. يلا ركبوا عليه اغنيه فانزات. بسم الله بسم الله. يلا ركبوا على غمزاته. يا هابي بيرثدي. الله 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 الله. المبروك المبروك يا نواف. لنا نعتذر منك، ما كتبنا الحمد لله على السلامه كذا على طول جبناها متاخرين. واعذرنا نواف بعد على الكيكه، اختار حسام لا تلومني. طبعا سلام عليهم عليهم، اهم شيء تنوك. الله يعطيكم العافيه، ما قصرتوا. معليش في نواف شيء بنقوله لك، تمام؟ إيه؟ اول شيء اخوك الصغير بيقدم لك شيء. يلا يلا توقع وش الشيء؟ ورده. ورده؟ مو ورده، ورده بس. ودنا نغلفها لكن مستعجلين. معليش معليش، بس انت هذا الرسمه بقلم صبوره؟ ايه قول والله. هذه وش؟ نفس الكرتون هي كذا شكلها؟ كذا كرتون. هذا توفير. لا 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 ما يحتاج. ليه؟ خذها مستور. ليه؟ ما ادري، خايف تصير خايسه. لا خلينا نشوف. انا نواف عجرنا. واو اي لايك ات. يا حبيبي يا حبيبي يا تويك. لا لا والله مرة حلوة، اقسم بالله خرافية جدا. من هدايا دقيقة جيب لي انا ابي انا ابي. سم يا حبيبي يا سعود. يا حبيبي يا سعود اقسم بالله امسك انت بخمة بدالك. والله والله طلعت راعي هدايا ذويك. كيف والله يجي يجي يلعن امك. والله بيها رقمك شخصي 43 انت؟ بيها 43 اي بس ترى مقطوع لا والله مقاسي. اهلا والله جبت ثاني. خلاص راحت عليك يعني. حزام فوق. معليش ابو النفا. معليش نواف الله يستر الله يستر. احنا ناس بس والله ذوي ذوي ذوي. اخيرا كيف حزام طولت معك ترى؟ طولت معك والله فخمه قسم بالله. كم؟ دق علي بكره اعلمك. كل سنه اخس. لا لا جد بكم كم؟ خلها مستورة بيني وبينك. لا سعر ما يقولها. هي سعر ما يقولها. هدايا انا اجيب لك. لا خلاص اعطني اياها وجيب لاخوك واحدة. لا تقلد لا تقلد. بس والله ذويك ذويك والله تعبت. والله يا سعود انها بطلة. بس جبت لك 43 قسم بالله ذويك يا كلب.
والله شكرا. والله سعود امس بالليل قالوا تجيبوا هدايا فجبناها. طلعناك من الجروب. والله يجزيك شكرا اقسم بالله. اشوفك طرديني من الجروب. اي احنا اسفين عشان وش كل هاي والله قاعدين نضبطها. قلنا نبي نطلع نواف لازم نضبطها لان الناس تكلموا وقلنا ادري بنتك يتكلمون ما جبنا لك يوم نجيب لك الورده الخربانه. ايه فقلنا بنعوضك بشيء ان شاء الله قوي مره باذن الله وسعود ما قصر. اوكي هذه ابسط شيء جبنا لك اياه يعني. وفي انا وحسام وهنا طبعا سوينا شيء واتمنى انك يعني تتقبله يعني قليله بحقك. اوكي نشيله نوديه لازم نوديك لان هنا ودنا نقول لك هنا مفاجاه بس هنا الصراحه ما ادري وش تتوقع. شلون يعني؟ عطني توقعاتك. عطني توقعاتك. ان شاء الله ايفون كبير بس ايفون بتجيبونه هنا بس والله ما ادري. طيب ايش رايك تروح تشوفه؟ يلا جاهز؟ يلا 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 دقيقه يلا روح اوريك. ها؟ توقف 700 دباب بيعطيني دباب بعد حادث الدباب. توقع عن دباب؟ والله ما اتوقع يعني انت مكسور بسبب دباب صح؟ تتوقع نجيب لك دباب؟ لا بتشوف دباب خرافي جدا تعال خليني وشو؟ ليكم بتدخلوني مع لولا. هاي صفقوا لك. شفتي تكبس ذي؟ شوك تبسم. شفتي تكبس؟ تعال يا كذابين. امسح حط صدق على اليمين بس ما ترى زاحف حقكم السالفه. هذا هو حقك بيجي رايحين نشوف شيء ثاني. تعال بسوي امشي بكم. اهلا تعال اجيب لك اياها خير. ليش قله؟ كمر وين كمر يجيب الحين؟ وش؟ الحين وين؟ روح ضرب واري. روح ضرب واري. كذابين. والله كذابين. ايش دعوة؟ ليه؟ الحين تعال اوريك اياها تعال. طلع الاستمارة طلع الاستمارة. والله ما اصدقكم سووها فيني اربع مرات والله كذبين. الف 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 طلع الاستمارة معك. الاستمارة معك وريني الاستمارة بس اذا كذبين خلنا والله كذبين. هذه الاستمارة شو اسمها هي؟ تشيلي. السلام عليكم الف مبروك كذبين. يا جود جود ذيس كار. يلا سريس سريس سيارتك يا ابوي تعال اركب. يا ما صدق والله والله. ها ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو. والله ما اصدق. الف الف مبروك. والله الف الف مبروك. ها شوف وين المليبو. هالمليبو حقتك هناك خلاص. اسمعي سياره يعني تعرفون هذه مو السياره اللي ابيها بس يعني الحمد لله. بس نعمه جاتك. نعمه عشان تكلموا كثير بخصوص السياره ترى ما نقدر على اللي يبغاه. والله سيارته اللي يبغاه 400,000 ما يمدينا فدبرنا له سياره. تدري كم سعرها ولا ما تدري؟ ما ادري. عطنا توقعاتك. 50 60 56,000 56,000 56,000 الحين الهديه عاد نبيعها. الهديه لا ترد ولا تباع. لا انا ببيعها. والله ابو الحين والله حلال عليك راح. والله تبي تبيعها تبي تسوي فيها اللي تبي. الف المبروك. اي تعال الله يبارك. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي حبيبي. ردت فعله ما اشركها خل رجعها. والله تتوقع عشان لا ولا عشان تعبان. انا مو مصدق للحين مو مصدق. لا والله ايش دعوه هذه استماره. استماره شنو؟ من حزام بعد قط لي اياها. وش حزام قط؟ انا يا حبيبي يعني ما قطيتها تخمني؟ لا طبعا. والله يا عيال شوف يو يا البوري افضل من الرنج. يمديني اركب؟ ما يمديك؟ ارفعها ارفعها هذي. يلا المبروك المبروك. شوف تراب تراب يعني كله تراب شوف. شغل ها؟ ما شاء الله. يلا شغل شغل روح. عاد يسوق؟ خلاص تاخذها ذي ذي لك ايش دعوه؟ عاد يسوق؟ لا رجلك يا حبيبي. لا يمديني يا حبيبي اقبل رجلك فلا خربيط عقل بس. يا عيال ايش رايك شوف النور؟ نور ابيض والله. شريها مستخدم؟ ها؟ شريان مستخدم. شوف كم ماشي؟ شوف كم ماشي طيب؟ 23,000. وين 23,000؟ وين جيب الفوق كيلو؟ كي ام 600 609 609 اوكي والله اني فاهي. هذه يشحن جواله هنا يشحن جواله. والله هذه ما لنا خبره الصراحه. ترى شوف اقول لك شيء ترى اسوء شيء جبناها. شوفها
ما في شيء سوح. سيف طبعا. بس شوف موديل 23 تبي تبيعها تبي تاخذها اللي تبي انا موافقين عادي. ما له حقيه. لا معليش. اللي هي حقيه معليش بس شكرا على هديه. بس الهديه هذه اعتبروها معطيني اياها كاش. انا ابوي قال جمع مبلغ وانا بشتريك السياره اللي تبيها. يعني وش يعني جبنا لك سياره بتبيعها انت بجيه؟ ببيعها وبزود وبشتري السياره اللي ابيها ان شاء الله. من حقه والله لان السياره والله من زمان اللي يبغاها يتكلم. لا لاني انا فهمت قايل لاخوي بيشتري مواثق وعيب جايتك ذي ها؟ إيه؟ هذه هديه احمد ربك يا كلب. ادري ادري. جيب السياره جيب السياره رجها رجها. والله شكرا والله العظيم اصبر وانت مجوي مجوي ما شكرتكم. طيب خلاص نشيل الاكياس ولا كيف؟ طبعا يا جماعه الخير نواف اعطينا السياره وقال خلوني انام. نايم؟ شوف اوكي لبى قلوبكم والله ما قصرتوا لبى قلوبكم لبى قلوبكم والله ما قصرتوا وانا المفروض ترى معي من رد فعلي بس ما يمكن نطنط وسانس وقت ملومك والله عرباط صليبي ملومك يعني فيلا الحمد لله تقوم ان شاء الله بالسلامه باذن الله ويمكن راح نفقدك يمكن هذا يكون اخر مقطع لك يعني في اليوتيوب خلاص ليش ما راح اموت انا ما شاء الله ما تقدر تسوي معنا تحديات تسبح معنا لا ان شاء الله كنت تسوي كذا انت؟ اسبوعين ان شاء الله والله طيب كنت تسوي تحتاج تسوي زي كذا ها؟ ما تقدر ها؟ لا لا حرام يا والله حرام والله حرام والله استغفر الله استغفر الله استغفر الله يكفي ان اكثر واحد عظم منهم انا استغفر منهم انا ما شاء الله يلا نواف عاد بس ودنا نقول لك شيء نواف اذا ممكن تسمح لنا هاي تخسر لا جيب التاسيات اللي بين اخواننا اللي ما دخل عمليات ولا مستشفى جاء شيء علمنا الله حق للاسف للاسف يلا يلا هذا لك تعيش تاكل غيرها يا وحش ومن اللي جاب الكيك يا حسام؟ قاعد تختار كيك غالية والله ب 80 هو زينة بس ما ندري وين الزينة الموضوع وكذا وصلنا لنهاية المقطع يا جماعة الخير خفيف لطيف المقطع ونسنا نواف طلعنا في هذا المنتج الجميل شكرا شليهات نوفمبر ما قصروا على الضيافة الجميلة وشكرا لسعود على الهدية شكرا نحس برضو وما قصر قط والف مبروك نواف السيارة الله بيبيعها نواف بيخليها حلال عليك بكره معروضة للبيع حلال عليك الف مبروك وان شاء الله ان شاء الله اخر المصايب باذن الله ان شاء الله وحاب اشكركم شكر كبير لاهلي ولكم على السيارة الجميلة والله العظيم اني سعيد والله شكرا لكم وان شاء الله ما اعرف المهم يا جماعه حساباتنا موجوده تحت في الديسكربشن نواف راح يصور ترى في سناب شات سعود حسام كلنا موجوده تحت وحساباتنا تلقونها تحت اوكي شيء تفضل طبعا جماعه الخير انا تدرون ليش مستانس؟ لان رسمنا بوجه الكلب الابتسامه هذا اقل شيء ما يقدر الحين ما يقدر اسوي شيء والله المهم يا جماعه الخير بنحط لكم هنا تاجين ما قصروا اذا ودك تشارك صور الشاشه حط تاج في الانستغرام وراح نختارك عشوائيا باذن الله شكرا لكم على كل شيء تسوونه في الانستغرام ترى والله نشوف تصاميمكم نشوف ابداعاتكم نشوف كل شيء فشكرا ونحبكم كثير نراكم حلقه قادمه كان معكم ركان بستيمان سعود سليمان نواف سليمان حس سيوم